السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. النزلاء الأجانب بمركز الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرباط تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح داخل فضاء هذه المؤسسة التي تضم نزلاء من جنسيات مختلفة. ياسر العمراني وحسن منظور. في بهو مقر الرعاية الاجتماعية اجتمع نزلاء المقر ينتظرون دورهم لأخذ الحقنة الثانية من اللقاح. التعامل مع هذه الفئة العمرية يتطلب عناية خاصة. العاملون بالمركز والأطر الطبية ينتبهون لكل التفاصيل. أشعر أني في حالة جيدة، تلقيت الحقنة الأولى والثانية ولم أتعرض إلى أي مشكل. لن نجد تعاملا أفضل من هذا. الأطر الطبية لطفاء، يستقبلونك بالابتسامة والترحيب. نتمنى أن يتحسن الوضع الصحي شيئا فشيئا لنعود لحياتنا الطبيعية. مباشرة بعد تلقي الحقنة يأخذ النزيل قسطا من الراحة، فترة زمنية تتراوح بين 15 و30 دقيقة لكي يتم التأكد من عدم ظهور أي أعراض جانبية. تمت العملية بنجاح الحمد لله، كل شيء داز مزيان. الطاقم الطبي ديبلاس عنا لا ميزون دو روتريت، والعملية دازت في أجواء مناسبة. وكم هنا عندنا دي اون بوبولاسيون تري فراجيل، اون بوبولاسيون اجي اللي محتاجين العناية الطبية ومحتاجين في الحماية. تنظيم عملية التلقيح في المستوى الجيد، نحن سعداء بما قامت به السلطات المغربية لإنجاح العملية. كل النزلاء تلقوا الحقنتين. مقر الرعاية الاجتماعية هذا يستقبل حوالي 40 نزيلا من جنسيات مختلفة. تلقيهم اللقاح ضد وباء كوفيد-19 سيمكنهم من التوفر على شهادة التلقيح تشكل جوازا صحيا للعودة إلى حياة ما قبل الكوفيد.